سينماتيك جديد. بسم الله، السلام عليكم واسعد الله صباحكم ومساءكم اعزائي المتابعين في كل حته وفي كل مكان. الاضاءه خاثره، سينماتيك جديد، ساور فانكس، سيلفانس اند وين، الفينالي او نهايه حمله الحرب اللي هو كامبين، فضروري نسوي عليه رياكشن. بسم الله، 1 2 3. اوكي، هذا ان جيم سين War campaign, so fine. Stand. Oh. Okay. Hello, boy. So fine. Anduin, Thrall. Barra or Grimar. Varrok. It's time. Varrok. Those who defend Orgrimmar are Horde as well. Our brothers and sisters. These warriors have sworn to fight. For you. Many lives will be lost. Or perhaps just one. Ooh. Sylvanas Windrunner! I challenge Makora! Oppa! Oppa! Horde of the Horde, Habibi! Cinematic فظيع. A traitor leading traitors. شوف أندون شو. Why should I accept your challenge? ليش أوافق على التحدي مالك هذا؟ You want to make me suffer. يا جماعة، هذا المكرا عبارة عن تحدي بين الهورد، بينهم وبين بعض، تحدي حتى الموت. اللي يتحدى الثاني بالمكرا هذا خلاص، يعني في واحد ميت، نفس ما شفته في فيلم ووركرافت لو شفته دوراتان مع جولدان. ولكن للأسف الأورك دورت، عفوا جولدان غش. ايضا الشيء هذا صار مع ثرال، هذا الشخص الواقف على اليمين مع قارش مكرا، وايضا للاسف ما ادري ليش بس دائما يغشون، وهذا استعمل إلمنت وهذا استعمل ما ادري شنو. هني عندنا اندون موجود على اليسار، قاعد الاحظ انه في جيش الهورد موجود، جيش الالاينس موجود على اليسار، مكرا او مكرا عفوا اذا انا قلتها غلط، بين سيلفانس وسارفانج، يعني واحد فيهم راح يموت. طبعا واضحه انه راح يموت، يعني اكيد يعني ما راح تموت سيلفانس الحين الا لو صار في توست قوي. جيش الفورسيكن هني معاها. طب وين بين؟ وين الشباب الطيب؟ وين مالفيوريان؟ وين جينا؟ جريمن؟ Brother, you cannot win. My old friend. يقول له ما تقدر تفوز. You and I. Don't get to hide. لا صح. We don't get to hide. We don't get to hide. قوية قوية، هذه من السينماتيك اللي قبلها. هل بالزلم؟ I set you on this path. And we knew where it could lead. Walk with me the rest of the way. سيف أبوه، سيف فاريان، لا راح يقطعها. شوف المنظر، على اليمين عندك ثرال وجيش الأورك والهورد، كله على اليسار عندك جيش الألاينس وأندوين، وبإيده اليسار أكس الهورد أكس ثرال، وعلى اليمين سيف فارين. ألعن أم الاتحاد، ألعن أم القوة اللي راح تصير، اللي صارت وخلصت. زابي بوي ولك توين بليد وأكس ما أدري شو اسمه والترا. والله سريع. في على الجرح ماله طالع منه فويد.
عدل ولا انا غلطان؟ هذا الشادو هذا ما اتوقع داجر. الجرح الجرح مو عادي هذا، في يا بويزن يا انه يكون شادو او انه فويد او هي لها علاقه في الفويد، انا ما ادري يعني. الحين انا قمت اضيع، بس انا ما ودي اشوف تكمله لانه عارف وين نهايتها راح تكون. The High Overlord Lord Falls. The Overlord Falls. شنو بس تبي؟ ما سوى شيء. I trusted you. And so did they. شوف شكل ثرول، أقسم بالله الموضوع جدا جدا سيء. أنا ما ودي أكمل. Death comes, old soldier. And all their hope dies with you. والله تخسين. لا لا لا. Cannot kill hope. إيه إيه إيه. أبوي خلاص. And tell the sinner, you failed. Hope remains. You set us to kill each other at Lordaeron. You failed. Here we stand. You just keep failing. Allah. We'll endure. The hold is strong. Oh! The Horde is nothing. What? What? لا ما شنو صار؟ شنو الكمية اللي الله شنو قاعد يصير؟ شفتوا شلون توين بليد بطلة؟ The Horde is nothing. وآخر شيء يجيك الحين واحد بالتعليقات يقول for the lady. يا معود شوف شوف ولك أنت وين سمعة الهورد؟ راحت راحت. خلينا نكمل. شوف النظرة طالعت الحارس أو الجارد مالها، بعدها ردت حست إنها هي قالت شيء غلط. لحظة، أوه أنا عصبت، أنا قلت شيء غلط. أنا يعني تبي ترجع your all nothing. يلا راح زين، روح عطها واحدة. ليش غشت؟ see yourselves as I see you. if شنو؟ if you could see yourself as a... ليش شفته؟ toy soldiers in tin plate. beasts who howl. هذه ليدر هذه؟ standing as one. savor it. stand as one. or we fight with honor. You will not last. ميتة 13-14 مرة أكيد. You will not last. ذبحتها كذي؟ هذا المكرة؟ هذا الهورد؟ هورد هورد يلا fight in the hordes. ولك ما في honor، صفر honor، ما في شرف في قتالها، ولا بسينماتيك صار كان في شرف. كانت متعذبة يوم من الأيام، ذبحها أرثس، خلاها تبكي مليون مرة، تعذبت وهي عايشة. هو الوحيد اللي عرف يشغلها صح، خلاها تتعذب وهي عايشة. بس فوق هذا كله ان تصير هي هورد ليدر، وفوق هذا ما في شرف للهورد، فشلت كل هورد. والله لو انا هورد قسما بالله اعتزل اللعبه او ان اعول الاينس، ما في غيرها. الحمد لله يعني انا الاينس من دي 1 يعني. بس انا اسف يعني، انا تفهموني غلط، مو اقصد اكيد يعني انتم لاعبين، احنا كلنا عندنا شرف، بس انا قاعد اقصد الشيء اللي قاعد يصير هنا شيء نرفز. ترى انا بصف الهورد حاليا، فلا حد يكون في بانا بصف الهورد. انا اللي صار هذا جدا سيء، صار فانك زلم. والصراحة أنا ودي ثرال يمسك اللي يصير وورد تشيف، هو الشخص اللي أسس أورغريمار. What do we do now؟ هذا شنو وضعه زابي بوي؟ أنا ماني فاهم. والله إنك مزلمة أقسم بالله. شفت شلون عطاه السيف؟ شوف النظرة فيها حزن. هذا فورسيك. يعني انحاشت خلاص، هاو خلت الجيش مالها. ولا حتى الفورسيك مبطلين الباب حق الشباب. سيلفانس ذا ناثينغ رول يا عم. والله هذا الزلم لازم يعوضنا. What manner of magic did Sylvanas use against Sarfang? I had hoped either you or Thalissra would have the answer to that question.
I have never seen her wield such power. It was unlike. يقول لنا قاعد يسألون جينا قاعد تقولها شنو استعملت شنو الماجيك اللي استعملته في القتال. يقول أنا أول مرة أشوف شيء بهذه القوة. I could sense none of it, even in her presence. Then she must have only recently acquired it, or simply waited until now to reveal it. Either way, it does not bode well for us. Whatever she is planning, she no longer needs the Horde to achieve it. Son of Koruk, Supreme Commander of the Might of Kalimdor, High Overlord of the Horde. He led the charge against the Lich King. He defended our world from the Legion. Sarfang inspired all of us to strive for true honor. And his legacy will live on in our... When the Alliance and Horde marched on Ankh-Morash, it was Sarfang who valiantly commanded our combined forces. Today, his courage saved thousands of lives. On both sides of the battle. His sacrifice will never be forgotten. You have earned your warrior's death, old friend. Now, مات الموت اللي يستحقها. موتة رجل. With honor and glory. حين هو ولده ميتين. ولا كلهم منحنين ما عدا الملك صح منو اللي معاه هذا منو مع أندون هل خلاص ما في خلاف بين الهورد والألاينس اوكي بما ان الحين شفنا الكات سينز والسينيماتكس انا متاكد 100% ان في وايد اسئله تدور في بالي وبالكم ما لها جواب ما ابي افتي انا ما احب اقول ترى راح يصير كذي وراح يصير كذي واقعد اتفلسف على الفاضي الصراحه في وايد اشياء في بالي انا ماني فاهم شنو هي على سبيل المثال يوم سيلفانس طالعت الجارد مالها بعد ما قالت ذا هورد از نثينج فراحت طالعت الاندد هل هي تخطط لشيء هل هذا مخطط يعني هي كانت الكلمه كانت بلاند تبي توريهم ان هي مو مع احد هي ما يهم احد او ان في شيء ما ادري شيء جدا غريب في وايد اسئله بس شنو جوابها لازم ننتظر ونشوف اوفر اول تقييمي للي شفته شيء جدا خرافي كل ما اشوف سينماتيك جديد لبليزرد اقول هذا افضل سينماتيك وكل مره ما يخذلونه يعني شيء جدا راقي 6 دقائق كانت رائعه ما تمنيت انها تخلص دائما اتمنى ان الشيء هذا او هذا النوع من الكواليتي او الجوده هذه تكون على هيئه فيلم كامل ولكن تكاليفها جدا عاليه وياخذ وقت على حسب ما اتضح يعني من التقارير والريسير اترك لكم الاسئله في التعليقات تحت كتبوا شنو الاشياء اللي شفتوها شنو الاشياء اللي تتوقعون تصير اتمنى ما يكون في حقد او سب بين الهورد والالاينس احنا اثنين الحين قاعد نلعب اللعبه واحده لعبه وورد اوف ووركرافت سوالف العنصريه خلكم بعيد عنها ولو لاحظتوا في بداية مقطعي أنا معلق هنا علم ألاينس وأيضا معلق علم هورد بغض النظر أن أنا ألاينس بس أنا أحترم التو فاكشنز اللي صار توه الصراحة زعلني صار فانك شخصية موجودة من يوم كنت أنا صغير والحين هي مو موجودة راحت نفس اللي صار في فارين احنا نتعلق في شخصيات وتروح السينيماتكس والأشياء اللي تسويها بليزرد فيها إيموشنز بشكل قوي والميوزك اللي يحطونها الأغاني الألحان مع الشخصيات احنا نتعلق فيها ونحبها كلها بغض النظر إذا أنا كنت مع الألاينس ولا الهورد فالناس المتعصبة أتمنى يعني لا تكتب تعليقات وتم ساكت أحسن لها أما اللي عنده رأي نفس شنو ممكن يصير في الإكسبانشن القادم هل ممكن نشوف عودة ساور فانج ممكن نشوفها في الشادولاند هل مثلا راح نذبح سيلفانس هل سيلفانس أي الصح وهذا كله بس عشان يشتت تفكيرنا ونفكر ان اهي غلط اهي غلط لا ما ادري الصراحه وايد اسئله وما ابي افتي لازم انتظر واشوف علشان لا اقول لكم شيء غلط واقول ترى راح يصير كذي واخر شيء ما يصير ولا شيء من هذا وبكذي اكون وصلت معاكم الى نهايه هذا المقطع اتمنى يكون عجبكم الرياكشن لا تنسون تدعموني بلايك سبسكرايب وايضا نشر لهذا المقطع وان شاء الله نراكم قريبا في المقاطع القادمه peace